نقولوا اضطريت نتأقلم مع هذه الوضعية ديال أنني فاقد عينية وفاقد كلش، ولكن اضطريت نخدم واخا ما كنشوفش بعينية. علاش؟ كنتحدى الإعاقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الفتاح بن سعادة، موسيقي معروف على صعيد مدينة فاس، يعني كيعرفوني الناس الموسيقيين وكاين الاسم ديالي في الساحة الفنية. كنت خدام على راسي عادي، يعني خدام في أمل الله. في 29 شهر 7 مشاو لي الشبكات ديال عينية بجوج، إذا أوتوماتيكوم غادي نوض نبحث في الأمر ديال العينية. أول ما درت هبطت الباب الحديد، طلبوا مني ندير تحاليل السكر. درت تحاليل السكر، لقيت عندي 10.30 في الخزان وجوج في السكر. إذا أوتوماتيكمون راه بدا لوتويو ديال العين شنو وقع لها. الهبطة الثانية اللي هبطت الباب الحديد، داروا كونترول خلاوني في الباب، وكنشوف أنا من خلال النظرة ديالي لذاك الزحامات اللي وقعت تما، وبنادم من 5 الصبح هو جالس حتى 4 العشية ما كتقدروا حتى مصلحة بداك الطبيب. هذا الشيء عانيت منه لمدة 17 يوم ولا 18 يوم في شهر 8، وأنا كنمشي ونجي كل نهار ما كنخرجش حتى بنتيجة، ما كنوصلش حتى لعند الانفيرمي، ما كتوصلش حتى لعند الانفيرمي، ما أدراك توصل عند الدكتور ولا اللي معني بالأمر، وشي كيلو حكل عند شي وخليها على الله. يعني كتشوف الانسان عندهم تما بحال الزبل، بهذا المصطلح الزبل، واعتذر على هذا المصطلح. صبرنا لذاك الحاله، تدخلوا الموسيقيين اللي معي في المجال الموسيقي بمدينه فاس، الله يكثر خيرهم، كنقول الله يكثر خيرهم بزاف. تدخلوا لقاو واحد المحسن، ملي لقاو ذاك المحسن، محسن قال لك اودي انا غادي نتدخل لكم في هذه الامور هذه، الله يكثر خيره. فهاد لا بيريود اللي كنا كنناقشوا مع المحسن، جا السيد اللي معايا اللي مكلف لي بهاد الاجراءات، داني المصحه لواحد المصحه اللي خاصه بهذا الشيء ديال البصر، داروا كونترول، ولاني بالخلاص راك ما عارف المصحات البريفي كيتخلص فيهم، داروا الكونترول، قال لك اودي انت خصك واحد المونطون ديال 30,000 درهم غتولي تشوف بعينك. المهم خليناها كمعلومه، ما في استطاعتناش لا انا لا الموسيقي، الله يحسن عوانهم. منين تدخل المحسن وصلت ان المناقشه على المساله الماديه، قال هذا السيد اللي معي سير شوف هاد الناس شحال كيطلبوا في هذه العمليه، بليتو قبل ما نوصلوا للمونطون دخل معنا هذا المحسن هذا الباب الحديد. تغيرات الاوضاع بهذا المصطلح ديال تغيرات الاوضاع، اننا دخلنا عند الدكتور مباشره، يعني هنا كاينه محسوبيه وزبونيه وكنشهد بها وكنقولها لا اله الا الله محمد رسول الله. دخلنا سال عند الدكتور، دار الكونترول ديالو، قال لي القضيه راه الشبكات راهم مدعدعين عندك. قلت له واش كاين امل استاذ؟ قال لي كاين امل الله يا ودي، الناس كيخرجوا بواحد على 10 وكيشوف. فرحت انا، قلت واحد على 10 غادي نشوف بها غادي نخدم لا اله الا الله محمد رسول الله. منين خرجنا المحسن طالب الثمن ديال العمليه شنو هو، جا السيد هضر مع الدكتور قال له دي واحد الحدود نتاع 8000 درهم. اذا 8000 درهم صافي، السيد مشى عند المحسن قال له راه 8000 درهم تدار بها العمليه في امل الله. عطانا تاريخ معين، مشينا في التاريخ درنا البروسيدور العمليه كله، جينا في تاريخ العمليه دخلنا درنا العمليه. اثناء العمليه منين جا السيد باش ندخلوا نديروا العمليه، خلص 36,000 ريال ديال لوسبيتاليزاسيون ولي فري ديال الطبيب. تدارت العمليه النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، مني حليت انا ذاك الغشاء على عيني لقيت عيني ما كتشوفش، يعني ما كنشوفش بعينيه. اذا راك اوتوماتيكمون غادي تقلق، راه كيقول لك ماشي طامع في الزياده رد بالك من النقصان كي كيقولوا. هنا في هذه الحاله هذه عهدي براسي كنقول انا اذا ربما هذه العمليه اللي تاخذ ذاك الوقت اللي قاطعينه هما في لوسبيتاليزاسيون، يعني على الاقل خصك تبقى في ذاك الطبيب واحد 18 يوم وغادي تاميليور الحاله وغادي يكون شويه ديال الكونترول ما بعد العمليه. يعني على نيتي شويه وكنتفاجئ بنوض اخويا انت دوزتي 5 ايام صافي خصك تخوي لنا البايص باش يدخل واحد اخر البايص. من الناحيه الانسانيه ما عندناش مشكل،
ولكن ملي كتشوف انت جيتي خارج قالوا لك اجي خويا انت تخلص لنا 9800 درهم للكماله ديال لوبيراسيون، شنو هو ما معنى 8000 درهم اون توتال؟ ولات 9800 درهم كتسال و2500 درهم اللي تخلصت، يعني ولينا ب 13000 درهم. واش هذا كيتسمى الظلم ولا التلاعب؟ ولا كتشوفوا المواطن زعما كتقتلوه ولا كتقجوه؟ والغريب في الامر ان العمليه ما فيها حتى نتيجه اللي كتبشر ان بنادم يتقاتل. على الاقل على الاقل شرح البنادم، قل له حنا درنا اللي علينا، لا امبوسيبل درناه ولكن ما نجحتش العمليه. كيف يعقل انت خارج خارج تشوف شنو كاين يقول لك خلص 9000 درهم؟ اذا كتبقى تشوف في راسك انت راك معتقل في وسط المؤسسه ديال باب الحديد. يعني دابا عينيك بجوج اليوم ما بقيتش كتشوف فيهم. فوالا كان عندك امل، يعني على الاقل غادي تضبط شويه، بالتالي وليتي ما كتشوفش، العين اليسريه بقات كتشوف غير الظلام. كتشوف غير الظلام، ما معنى كتشوف غير الظلام؟ يعني انت فقدتي ذاك العين اليسر. والغريب في الامر ان من بين الكواليس اللي دارت في الهضره اللي قالوها لي الدراري اللي معايا في الموسيقى، قال لك اودي هو ذاك الدكتور قال لمحسن راه واخا تعطيه 5 مليون راه يعيطوا لي انا في اي بريفي اي كلينيك بريفي انا اللي ندير له العمليه وما تنجحلوش. يعني انا هذه الهضره شنو هي؟ كتسمى كتفقد الانسان الامل. الله اللي خلق الانسان، بالعكس خصنا نزرعوا الامل ماشي نفقدوا الامل. راه الانسان ملي كيكون معاق كاين اسلوب ديال التعامل معاه، كاين اسلوب ديال التعامل معاه. واللي بقى فيا انا اللي حزني هو ان الدوسي ديالي كله بقى تما في الطبيب ديال باب الحديد. لو دوسي اللي يمكن اللي مثلا نشدو ونقصد المحسنين اودي هاد الدوسي باش ما تقولوش هذا الانسان كيكذب عليكم، هاد الدوسي شنو فيها شنو فيه بقى عندهم. لدرجه انك الا بغيتي الا جاك غير شي حريق عادي وبغيتي تمشي لاي طبيب في المغرب، بمجرد ما تدخل ذاك الطبيب غادي يقول لك عندك اخويا 9800 درهم ديال خلصها ولا ما نديرولك حتى شي حاجه. اذا هنا كتحكم على بنادم بالاعدام، هنا كتحكم على بنادم بالاعدام بانه غادي يموت بالموت البطيء على خاطره. انا ما كنقطعش الرجاء في الله، الرجاء في الله ما كنقطعوش. لا مور ما داز المشاكل هادو تقريبا شنو هي الطريق اللي مشيتي فيها وانت ما عندك لا وليدات ولا عينين كما كنقولوا؟ يعني اضطريت نبقى كي كان اضطريت نخدم كعازف كنعزف، وكاينين فيديوهات عند الموسيقيين هنا في فاس كنخدم وانا في الاعاقه ما كنشوفش وكنخدم. علاش؟ حيت كنتحدى الاعاقه، كنرجعش للور، ماشي فقدت الامل في الحياه ولا راني مت، مازال من عداد الاحياء. يعني كنحاول ما امكن ندير حل راسي، ولكن شي حاجه اللي سميتها العمليه غاليه عليا، ما عنديش ذاك المونطو. يعني الا خدمت كنخدم غير ثمن ما ناكل ولا. والتجأت لعند الاخت ديالي للدار. علاش؟ لان ما يمكنلكش تدوز البرد متعور وتدوز البرد في الزنقه. دوزت واحد المده في الوطيل الله يكثر خيرهم الدراري الموسيقيين عاونوني، كانوا يعني مهتمين. لقيتها بدات كتعيا بالنسبه للمجال الموسيقي، صافي الله يحسن العون لاي واحد، كنعذر اي واحد في هذه اللحظه. بقيت كنفكر، جيت التجأت لعند الاخت ديالي واخا الحاله ديالها ضعيفه حتى هي، التجأت قلت المهم نتخبع وصافي من البرد. لا اله الا الله محمد رسول الله. شي كلمه للمحسنين؟ الله يكثر خيركم. انا هذا دعاء يعني عام. اي محسن اي محسن اللي قدروا الله سبحانه وتعالى في اي بلاصه كما كان وصل له هذا النداء ديالي، الله يكثر خيره يشوف فيا لوجه الله. بغيت عمليه على عيني نشوف بعويناتي ونولي نخدم على راسي. لا اله الا الله، بغيت نخدم على راسي. الله يكثر خيركم والله يجعل لكم في الميزان المقبول غدا قدام الله، اجر من الله سبحانه وتعالى. اي محسن في اي بلاد في اي منطقه في اي موقع اللي وصلوا هذا النداء هذا وحن قلبوا لهذه الانسانيه هذه، الله يكثر خيره والله يجعل له في الميزان المقبول غدا قدام الله. كيفاش كتبان لك الحياه دابا؟ يعني ما كاين لا عيني لا حال لا وليدات لا دار، كيفاش كتبان لك دابا؟ لا اله الا الله. هي الا تبعتي الوسواس كي كنقولوا دابا هذا الشيء في الجانب الديني، الا دخلتي للوسواس وغلب عليك الوسواس راه شنو نقول لك؟ راه كتميل للجانب الانتحاري بالمباشر. الا تبعتي الوسواس كتميل للجانب الانتحاري بالمباشر. ولكن الا كان عندك اليقين في الله راه كتبان لك الدنيا دائما مستمره. هي صعيبه وصعيبه بزاف ولكن مستمره. علاش؟ ان مازال كاين الخير، الخير مازال كاين عند الله سبحانه وتعالى، وانا مازال محسوب على عداد الاحياء. يعني مازال رزقي عند الله سبحانه وتعالى كيوصل لي، ما كنقطعش الرجاء في الله. ولكن هذه الحاله ما نبغيها حتى لشي واحد،
ما تبغيش حتى العدوك، انك فاقد البصر ديالك وفاقد الكفاءه ديالك وعايش يعني كي كنقولوا عاله راه صعيبه. لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.